السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي مادة الفيزياء برنامج مدرسة على الهواء لغات. تعالوا أعزائي الطلاب، النهاردة هنكمل موضوعنا الخاص بالماجنتيك فلكس والماجنتيك فلكس دينستي. احنا في أول حصة لينا خالص اتكلمنا عن الماجنتيك فلكس دينستي ديو تو ستريت واير أو ستريت كارنت، يبقى اتكلمنا عنه. النهاردة بقى هنتكلم يا ترى ازاي هيبقى شكل الماجنتيك فلكس في حالة السيركولار كويل. تعالوا نبتدي مع بعض ونتكلم، تعالوا نفتكر مع بعض قلنا ايه اعزائي الطلاب. بشكل بسيط جدا احنا قلنا لو الواير او الكرنت كان ماشي في الواير على شكل ستريت زي ما بنقول، يبقى ستريت كرنت او ستريت واير قلنا بيتكون حواليه ماجنتيك فيلد. طب ايه هي صفات الماجنتيك فيلد؟ قلنا الماجنتيك فيلد بيبقى على شكل كونسنتريك سيركلز، بيبقى على شكل سيركلز زي ما احنا شايفين. يبقى اول حاجة شكل الماجنتيك فيلد بيبقى على شكل سيركلز. طب ايه هي الرول اللي كنت بستخدمه عشان احدد الانتنستي اوف ذيس ماجنتيك فيلد؟ قلنا الرول بشكل بسيط بيبقى بيرميابيلتي تايمز ذا كرنت ديفايد باي 2 باي دي. يبقى كده كان الرول اللي كنت بستخدمه عشان احدد الانتنستي او الدينستي اوف ذا ماجنتيك فلكس. النهارده بقى هنتكلم لو الواير ده انا صنعته على شكل سيركولار شيب او على شكل زي ما بنقول سيركولار كويل، على شكل ملف دائري بالشكل ده، يا ترى هيبقى شكل الماجنتيك فيلد ازاي؟ يبقى الكرنت عندي كده اعزائي الطلاب ماشي على شكل سيركل، يا ترى شكل الماجنتيك فيلد هيتكون ازاي؟ احنا قلنا لو الكرنت كان ستريت الماجنتيك فيلد هيتكون على شكل كونسنتريك سيركلز. طيب يا ترى بقى في حاله السيركولار كويل هيبقى بيتكون شكله ازاي؟ وكمان ايه هي الفاكتور اللي بتاثر عليه؟ لو الكرنت كان ماشي على شكل سيركل زي ما احنا بنقول كده، هنبص نلاقي ان الماجنتيك فيلد عند الاكسس اوف ذا كويل بتبقى ان فورم اوف ستريت لاينز كامز اوتسايد ذا كويل، يعني بيبقى على شكل خطوط خارجه من الكويل. طبعا انا ما اقصدش الخطوط دي لتحت، انا اقصد اقول ان الماجنتيك فيلد في النص هيبقى على شكل خطوط خارجة من الكويل، يعني في النص هيبقى على شكل ستريت لاينز كده أعزائي الطلاب، وبيجي عند الجنب يبتدي يرجع سيركولار شيب تاني. يعني بنقول ان هو بيبقى شبه الماجنتيك فلكس which comes from a short magnet. يبقى زي ما احنا شايفين هنقول بيبقى على شكل inside the axis او in the center of the coil بيبقى in form of straight lines which is parallel to the coil axis and perpendicular to the coil plane. يبقى تمام. طب ايه هي الفاكتور اللي بتاثر على البي؟ لان لو انا عايز احسب الانتنسيتي اوف ذا ماجنتيك فلكس ات ذا اكسس اوف ذا سيركولار كويل هتبقى permeability اوف ذا ميديوم نمبر اوف تيرنز اوف ذا كويل اند ذا كرنت ديفايد باي 2 radius. يبقى زي ما احنا شايفين كده او الدايمتر اوف ذا كويل. يبقى هنلاحظ ان في حاله الستريت واير بيبقى الماجنتيك فلكس على شكل سيركلز، اما في حاله السيركولار كويل لو الكرنت كان ماشي على شكل سيركل ساعتها بنقول ان الماجنتيك فلكس في النص بيبقى على شكل ستريت لاينز كامز اوتسايد او انسايد ذا كويل، وعلى الجناب بيبتدي يقلب على شكل ما بنقول سيركلز. وقلنا الماجنتيك فيلد بيبقى شبه الماجنتيك فيلد الناتج من الشورت ماجنت. وهنلاحظ ان هنا الانتنستي بتاعت الماجنتيك فيلد اختلفت عن الانتنستي في حاله الستريت واير. ازاي؟ في حاله الستريت واير كان الماجنتيك فيلد بيعتمد على ثلاث حاجات بس. اول حاجه البرميابيلتي اوف ذا ميديوم، ثاني حاجه ذا انتنستي اوف ذا كرنت ويتش باسز ثرو ذا واير، طبعا الاثنين دول دايركت، اخر حاجه الديستانس اوي فروم ذا واير بعد النقطه من الواير. اما في حاله السيركولار كويل هنلاقيه بقى يعتمد على اربع حاجات: permeability of the medium, number of turns of the coil, and the current intensity passes in the coil. كل دول دايركت، اخر حاجة inversely the radius of the coil. يبقى هنا بقى الماجنتيك فيلد ليه قانون لوحده وبيعتمد على اربع حاجات تانيين. طبعا الخطوط دي انا مش قصدي اللي تحت، لا دي الخطوط دي جاية perpendicular زي القلم ده خارجة من الكويل او داخلة ليه حسب اتجاه الكهرباء. طب تعالوا بقى نتكلم على السيركولار كويل تاني. احنا قلنا لو انا عندي الكهرباء ماشية على شكل السيركولار زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، هنقدر نقول ايه اعزائي الطلاب؟
هنقول لو الكرنت ماشي بالشكل ده هنقدر نقول ان الماجنتيك فيلد في الاكسس او في السنتر بيبقى على شكل وايرز. يعني هنبص نلاقي ان الماجنتيك فيلد هنا بيبقى على شكل ستريت لاينز خارجه من الاكسس زي ما احنا شايفين في الرسم اللي احنا بنرسمه. طب يبقى انا لو هوصفها هقول ايه؟ لو قال لي بروبرتي اوف ذا ماجنتيك فيلد هقول ان فورم اوف ستريت واي ان فورم اوف ستريت لاينز بيبقى في الاكسس على شكل ستريت لاينز بارلل تو كويل اكسس و نورمال او بيربنديكولار تو كويل بلين. يبقى ده وصف الماجنتيك فيلد. بنقول in the axis or in the center of the coil the magnetic flux is in form of straight lines which are parallel to the coil axis and normal to the coil plane. بيبقى على شكل خطوط جاية perpendicular على الكويل بلين سواء out أو in وبارلل للكويل اكسس. طب ايه الفاكتور اللي بتعتمد عليها؟ قلنا من القانون هنلاقيها بتعتمد على permeability number of thinness على current على 2R. مهم جدا. يبقى بتعتمد على اربع حاجات المره دي: البيرميابيلتي دايركت ريليشن النمبر اوف تيرنس الكرنت اند ذا ريديوس اوف ذا سيركولار كويل. طب ممتاز جدا، لغايه دلوقتي اتكلمنا عن البي. نتكلم على معلومه مهمه جدا ان هي عدد لفات الكويل تيرنس. نقدر نقول ان دي ليها قانون بنحسبها بيه برضو لازم نقوله. الان دي اعزائي الطلاب بتبقى عبارة عن ال length of the wire divided by 2 by r. يعني ايه ال length of the wire؟ يعني انا لو جبت سلك، السلك ده صنعت منه عدد لفات، لو انا جبت straight wire زي كده عملت له reshaped in form of a circular coil، رحت ماسكه لفه على شكل circular coil بعدد لفات معينة، ساعتها لو عايز احسب عدد اللفات دي بقول ال length of the wire divided 2 by r. 2 by r هي circumference او ال length بتاع السيركل الواحد. يعني انا همسك طول السلك كله هو ستريت، طبعا ال واير نقصد طول السلك هو ستريت لسه ما صنعتش منه كويل، هقسمه على طول اللفه الواحده اللي هي السيركمفرنس يديني عدد اللفات. او ان انا اقول سيتا على 360. طب امتى استخدم السيتا على 360؟ ما بعض الاحيان اكون الكويل ده مش سيركولر كامل، يعني مثلا ابقى صانع نص لفه بالشكل ده ما كملتش سيركولار كويل، فبالتالي بنقول ان هنا الكويل ده صنع زاويه 180، يعني باختصار نص لفه. يعني اقول النمبر اوف تيرنز هي 180 على 360 اللي هي اديني ايه؟ نص لفه، او صنع ثلاث ارباع لفه او ربع لفه. يبقى انا ساعتها بقول سيتا على 360، بس باخد السيتا اللي فيها كويل مش السيتا اللي فاضيه. يبقى انا دلوقتي قلت البي بحسبها عن طريق البرميابيلتي نمبر اوف كويل تيرنز current على 2R. ولو عايز احسب النمبر اوف تيرنس عندي احتمالين، ان هو يكون واير وعملت له reshaped، ساعتها بقول عدد اللفات بتساوي طول الواير كله على طول اللفه الواحده اللي هي 2 باي ار، ساعتها احسب عدد لفات الكويل، او سيتا على 360. ومن القانون ده برضو ممكن اعدله ان انا بقول ان اللينث اوف ذا واير ايكوال 2 باي ار في النمبر اوف تيرنس اللي هي طول اللفه الواحده في عدد اللفات، ساعتها اقدر اعرف طول السلك اللي صنعنا منه السيركولار كويل. يبقى دي اهم القوانين الخاصه بالسيركولار كويل. يبقى لو جيت قلت لك ايه الفاكتور اللي بتاثر على الماجنتيك فلوكس دينستي ويتش كامز اوتسايد فروم ا ستريت واير، هتقول لي اربعه فاكتورز: بيرميابيلتي اوف ذا ميديوم، نمبر اوف تيرنز، كارنت انتنستي، والريديوس اوف ذا سيركولار كويل. لو جيت قلت لك ايه هي البروبرتي اوف ذا ماجنتيك فيلد ويتش ار فاوند ان ذا اكسس اوف ا سيركولار كويل، هتقول لي ان ذا اكسس اوف ذا سيركولار كويل ذي ار فورم اوف ا ستريت لاينز بارلل تو ذا كويل اكسس نورمال تو ذا كويل بلين. دي كده اهم القوانين الخاصه بالسيركولار كويل. لو عايز احسب عدد اللفات قلنا طول السلك وهو ستريت اللي صنعت منه سيركولار كويل على 2 باي ار، او السيتا على 360 لان 360 هي طول او الاريا او الانجل بتاعت الكومبليت سايكل، وده بستخدمه لو كان الكويل ما كانش مكمل لفه، يعني نص لفه، ربع لفه، ثلاث ارباع لفه، 1 اوفر 8، 1 اوفر 10، مهما يكن. تمام اعزائي الطلاب، وبالتالي اجيب الان واعوض بيها في القانون اللي موجود عندي.
تاني حاجة هنتكلم عنها determine the direction of the magnetic field. مش فاهمين أعزائي الطلاب يعني إيه الحتة دي؟ مهمة جدا، لأن دي تاني رول نتعرض ليها في تشابتر 2 أو الخاص بالماجنتيك فلوكس. أول رول أخدناها اسمها أمبير رايت هاند رول. أمبير رايت هاند رول. طب تعالوا نفتكر ايه هي امبير رايت هاند رول اعزائي الطلاب. امبير رايت هاند رول هي الرول اللي انا بستخدمها عشان احدد اتجاه الماجنتيك فلوكس فورمد اراوند ا ستريت واير. يبقى هقول it is used to determine the direction. بستخدمها عشان احدد الدايركشن اوف magnetic flux around a straight wire. تعالوا نبص كده على الرسمة هنستخدمها ازاي. flux around straight wire، طبعا straight wire carrying current. كنا بنستخدمها ازاي اعزائي الطلاب؟ يبقى دي امبير رايت هاند رول. امبير رايت هاند رول بستخدمها عشان احدد الدايركشن اوف ذا ماجنتيك فلوكس around a straight wire. ازاي اعزائي الطلاب؟ كنا بنقول لو الكرنت ماشي بالشكل ده امبير رايت هاند رول، كنت بخلي الصمب او الابهام بتاع الصمب ده بيرمز للكرنت، والماجنتيك فيلد هو الريست اوف ذا فينجرز باعتبار ان الكرنت هو الستريت والماجنتيك فيلد هو السيركولر. فكنت بخلي الصمب في اتجاه الاي، يعني الاي لفوق يبقى اخلي الابهام بتاعي بيشاور لفوق. اذا لو الابهام لفوق يبقى الماجنتيك فيلد هيمشي كده بالشكل ده، يعني يمينه ان وشماله اوت، يمين الواير ان وشماله اوت. فكنت ساعتها بقول الماجنتيك فيلد هيبقى هنا ان وهيبقى الناحيه الثانيه اوت. طب لو الكرنت كان لتحت هيبقى هنا ان والناحيه الثانيه اوت. انا ممكن اخدها قاعده مهمه جدا، طول ما الكرنت ماشي لفوق هيبقى يميني ان وشمالي اوت. طب لو الكرنت ما كانش ماشي لفوق جاي لي بالجنب، طب ما انا اعدل الورقه بحيث يبقى باصص لفوق واقول يمين ان وشمال اوت وارجعها تاني وابتدي احل. النهارده هناخد رول تانية اسمها سكرو رايت هاند رول. هناخد سكرو رايت هاند رول. ايه بقى سكرو رايت هاند رول؟ احنا قلنا الامبير رايت هاند رول بحدد بيها اتجاه الماجنتيك فلوكس اللي اتكون حوالين ستريت واير كارين كارنت. هنا بقى بنستخدمها ليه؟ تو determine the direction of magnetic flux بس in the axis of circular coil. سيركولر ايه؟ كويل اعزائي الطلاب، سيركولر كويل. ممتاز جدا. طب بنحدد بيها اتجاه الماجنتيك فلوكس اللي كونت حوالين الاكسس اوف سيركولر كويل. طب بنحددها ازاي؟ المره دي بقى حصل العكس. هنلاقي ايه اعزائي الطلاب؟ هنلاقي ان الكرنت هو اللي بقى بيمشي في سيركل، والماجنتيك فيلد هو اللي بقى على شكل ستريت لاينز. فهحددها ازاي؟ لو نفترض الكرنت ماشي بالشكل ده او الكرنت ماشي بالشكل العكسي ده، ازاي احدد اتجاه الماجنتيك فيلد؟ هنا عكس الواير، في الواير كنت بخلي الابهام بيرمز للكرنت عشان الكرنت هو الستريت، وبخلي الريست اوف ذا فينجرز بيرمزوا للماجنتيك فيلد عشان الماجنتيك فيلد هو اللي على شكل سيركل. هنا الكرنت هو اللي بقى سيركل، فساعتها هخلي الريست اوف ذا فينجرز ريفيرز تو ذا كرنت والسام ريفيرز تو ذا ماجنتيك فيلد. فبالتالي الكرنت لو مشي كده هخلي الريست اوف ذا فينجرز موف لايك ذات، سو ذا ماجنتيك فيلد هيبقى اوتسايد ذا بيج. يبقى ساعتها البي هتبقى اوتسايد. طب والناحيه الثانيه لا، الكرنت مش ماشي كده، ده ماشي العكس، فهخلي صابع تمشي كده والثم ريفيرز تو انسايد ذا بيج. فساعتها اقول ان الماجنتيك فلوكس هيبقى انسايد ذا بيج. يبقى تاني في سكرو رايت هاند رول بخلي الريست اوف ذا فينجرز ريفيرز تو ذا كرنت والسام ريفيرز تو ذا ماجنتيك فيلد.
يعني بخلي صوابعي دي بترمز للكهرباء، والصم او الابهام ده بيرمز للماجنتيك فيلد او المجال المغناطيسي. فكنا بنحدد كده وبنقول اوت، او بحدد الناحية التانية وبقول ان. في شكل بسيط جدا، بدل ما احنا نقعد نقول نحرك صوابعنا، هنقولها بشكل بسيط جدا. هنقول اي، هنقول اف اي. لو انا عندي الاي هنا زي ما احنا شايفين الاي ماشية انتي كلوك وايز، لو الكهرباء كانت ماشية عكس عقارب الساعة من غير ما اشغل ايدي، يبقى هقول لك ان البي اوتسايد ذا بيج. طب لو الكرنت كان كلوك وايز، لو الكرنت كان ماشي مع عقارب الساعة زي ما احنا شايفين اهو، ساعتها هقول ان الماجنتيك فيلد هتبقى انتو ذا بيج. يبقى من غير ما نشغل ايدينا ولا اي حاجة، لو مشي مع عقارب الساعة يبقى الماجنتيك فيلد انتو، لو مشي عكس عقارب الساعة يبقى الماجنتيك فيلد اوتسايد ذا بيج. وفي حالة الستريت واير قلنا لو الكرنت لفوق يمينه ان وشماله اوت. وقلنا دي اسمها سكرو رايت هاند رول. دايما بيجي يقول لي وات از ذا ديفرنس بتوين، او وات از ذا فانكشن اوف امبير رايت هاند رول وسكرو رايت هاند رول. هقول له امبير رايت هاند رول ات از يوزد تو ديتيرمن ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فيلد جينيريتد اراوند ا ستريت واير كارينج كارنت. اما سكرو رايت هاند رول ات از يوزد تو ديتيرمن ذا دايركشن of the magnetic field in the axis of a circular wire carry a circular coil أو circular wire carrying current. ده كده الفرق ما بين امبير وسكرو رايت هاند رول. وقلنا سكرو رايت هاند رول من غير ما نطبقها، لو لقيت الكهرباء ماشيه مع عقارب الساعه بقول بي ان، لو لقيت الكهرباء ماشيه عكس عقارب الساعه بقول الماجنتيك فيلد اوتسايد ذا بيج. طب مهم جدا، تعالوا نتكلم عن شويه افكار في السيركولار كويل. تعالوا نشوف كده مع بعض. طب نفترض اعزائي الطلاب ان انا عندي اتنين سيركولار كويلز، هحسب بي توتال ازاي انسايد ذير اكسس؟ بس لازم يكونوا كونسنتريك وذا كومن سنتر. تعالوا نشوف مع بعض. لو انا عندي اتنين سيركولار كويل بالشكل ده، عندي اتنين سيركولار كويل بالشكل ده، واحد صغير واحد كبير، زي هاف ا كومن سنتر. فبنقول ان واحده بتحمل تيار اسمه اي 1 في الاتجاه ده، والتانية I2 في الاتجاه التاني. طيب ولو كانت نفس المسألة دي بس I1 كده و I2 معاه في نفس الاتجاه، طيب لو كانوا الاتنين كويلز perpendicular to each other، يعني واحد جاي كده والتاني جاي perpendicular لي، واحد I1 كده مثلا والتاني نقدر نقول ان هو اي 2 جاي عكسه كده، فيا ترى ازاي نحدد الماجنتيك فيلد؟ طب تعالوا نشوف الماجنتيك فيلد بتاع الكويل الاولاني والماجنتيك فيلد بتاع الكويل التاني. قلنا الكويل الاولاني الكهرباء ماشيه فيه مع عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه، معلش، انتي كلوك وايز، يبقى بي 1 هتبقى اوتسايد ذا بيج لان الكرنت كده يبقى خارجه. اما اي 2 ماشيه مع عقارب الساعه يبقى بي 2 انتو ذا بيج. اذا بي توتال بتساوي بي 1 ماينس بي 2، الماجنتيك فيلد اللي نتج من الاول ناقص الماجنتيك فيلد اللي نتج من الثاني. طب لو كانوا الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى هنا ماشي انتي كلوك وايز، يبقى بي 1 هتبقى اوت، وده ماشي انتي كلوك وايز، يعني بي 2 هتبقى اوت برضو. فساعتها هنقول بي توتال بتساوي بي 1 بلس بي 2. طب حلو جدا، في الاحتماليه دي ده هيبقى الماجنتيك فيلد او بي 1 هيبقى بالشكل ده لفوق. طب بي 2 الماجنتيك فيلد هيبقى جاي له من الاكسس كده اللي هو ناحيه الرايت، يبقى بي 1 هتبقى لفوق وبي 2 ناحيه الرايت، يبقى الاثنين بيربنديكولار، يبقى بي توتال هنا بحسبها عن طريق بايثاغوراس، بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير اندر ذا سكوير روت. يبقى باختصار اعزائي الطلاب، لو انا عندي اتنين كويل الكرنت فيهم في عكس الاتجاه، يبقى طبيعي ان الماجنتيك فيلد يبقى في عكس الاتجاه واعمل لهم سبتراكشن. لو عندي اتنين كويلز الاتنين يحملوا كرنت في نفس الاتجاه، يبقى البي توتال هنا هي السمشن اوف بي 1 اند بي 2، بيبقوا في نفس الاتجاه.
لو الاثنين كويلز بيربنديكولار يبقى الاثنين ماجنتيك فيلد برضه هيبقوا بيربنديكولار، وهنقول ان انا بحسبها ببايثاغورس. يبقى لو الكرنت في عكس الاتجاه بعمل سبتراكشن، لو الكرنت في نفس الاتجاه بعمل اديشن، لو الاثنين بيربنديكولار هيبقى الاثنين ماجنتيك فيلد بيربنديكولار لبعض. طب تعالوا نصعبها اكتر. ازاي نصعبها اكتر؟ تعالوا نتخيل بقى اعزائي الطلاب ان انا عندي واير وكويل. تعال نشوف كده، لو انا عندي سيركولار كويل وعندي واير الناحية التانية بالشكل ده اعزائي الطلاب، بحيث ان انا بقول ان الكويل دي زي ما احنا شايفين بتحمل كرنت ماشي في الاتجاه ده، والواير بيحمل كرنت ماشي في الاتجاه ده، او نفس المسألة بس عجزت اتجاه الكهرباء في الواير. يعني بدل ما الكهرباء ماشية لفوق الكهرباء ماشية لتحت. يبقى دول احتمالين لو انا بتكلم على واير وكويل. يبقى انا ممكن ادخل الجزء بتاع الواير مع الجزء بتاع الكويل عادي في مسألة. فبنقول نفترض ان دي السنتر اعزائي الطلاب، نفترض ان دي السنتر، فبنقول السنتر اوف ذا كويل بيتاثر بكام ماجنتيك فيلد، الاكسس او السنتر اوف ذا كويل بيأثر عليه كام ماجنتيك فيلد، هيبقى 2 ماجنتيك فيلد، ماجنتيك فيلد جاي من الكويل ذات نفسه وماجنتيك فيلد جاي من الواير، ما هو الواير بيأثر بماجنتيك فيلد على يمينه وعلى شماله، اذا البوينت سي او السنتر اوف ذا كويل از اكتد باي 2 ماجنتيك فيلدز، وان فروم ذا كويل اند وان فروم ذا ستريت واير. طب حلو جدا، هل الاثنين يتجمعوا ولا يطرحوا؟ لا، نحدد اتجاههم. تعال نحدد اتجاه الماجنتيك فيلد بتاع الكويل بالنسبه لبوينت سي. احنا اتفقنا ان في الكويل بطبق سكرو رايت هاند رول، الكرنت بتاع الكويل ماشي انتي كلوك وايز عكس عقارب الساعه، يبقى البي كويل هتبقى اوتسايد ذا بيج. طب الواير، احنا عارفين ان الواير طالما الكرنت لفوق يمينه ان وشماله اوت، والبوينت سي دي موجوده على يمينه، يبقى البي واير عند البوينت سي بيأثر ان، فهنلاحظ ان البي كويل والبي واير بيبقوا عكس بعض في الحاله دي. زي ما انت شايف كده ببتدي احدد الكويل بسكرو رايت هاند رول، لو مش عكس عقارب الساعه يبقى اوت، والواير يمينه ان وشماله اوت، فهنبص نلاقي ان بوينت سي بتبقى يمينه، فالماجنتيك فيلد اللي بيأثر عليها ان، فهنلاحظ ان البي واير والبي كويل عكس بعض، فساعتها هقول بي توتال بتساوي بي كويل ماينس بي واير ان ذا ابسوليوت طبعا، والبي كويل هبتدي افكها بالقانون بتاعها اللي هي بيرميابيلتي، ان الكهرباء اللي في الكويل على 2 ار، والبي واير بيرميابيلتي اي واير على 2 باي دي، وابتدي انقصهم من بعض بحيث ان دي هي المسافه دي كلها من اول الواير لغايه السنتر، هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم عنها. طب سؤال مهم جدا، هل ممكن ليها طريقه تانية؟ اه، لو انا كملت بالكهرباء بتاعت الكويل هلاقي ان الكهرباء بتاعت الكويل عند النقطه المقابله للواير بتبقى جايه عكسه، اذا نعمل سبتراكشن يعني بلاقي ان ببص على النقطه اللي من الكويل القريبه من الواير، هل الكهرباء جايه مع الواير ولا عكسه؟ لا، جايه عكسه لتحت وهنا جايه لفوق، يبقى بختار النقطه اللي في الكويل القريبه من الواير جايه عكسه، يبقى بعمل سبتراكشن. طيب تعال نشوف هنا، هنا برضو الكرنت كان ماشي انتي كلوك وايز، فبقول بي كويل هتبقى اوتسايد ذا بيج من سكرو رايت هاند رول، الواير كرنت ماشي لتحت يبقى هنا ان وهناك اوت، يعني بقول يمينه اوت وشماله ان، اذا البي واير والنقطة سي موجودة على يمينه يبقى هتتأثر بإن، فنلاحظ إن الماجنتيك فيلد بتاع الواير والكويل في نفس الاتجاه، ساعتها هنقول بي توتال بتساوي ده بلس ده. ولو خدناه بالطريقة اللي فاتت هنلاحظ إن الكرنت بتاع الكويل جاي مع الكرنت بتاع الواير عند البوينت أوف اكسس أو عند النقطة الأدجيسنت أو اللي بتقابله اللي في وشه بالظبط. يبقى أنا أقدر أقول هل هجمع البي واير ولا البي كويل حسب اتجاه الماجنتيك، الاتجاه الكرنت، لو اتجاه الكرنت واحد يعني نرسمها كده مع بعض تاني، لو انا عندي واير اهو وعندي كويل اهو كده مثلا،
ده اي سي وده اي دبليو. هل اجمع الماجنتيك فيلد بتاع الواير والكويل ولا اعملهم سبتراكشن؟ اختار النقطة اللي من الكويل القريبة من الواير واشوف الكهرباء ماشية فيها ازاي. هنلاحظ ان هي ماشية معاه في نفس الاتجاه، الاتنين طالعين لفوق مع بعض، يبقى اجمع. لو كانت جاية عكسها كنت هعمل سبتراكشن. تعالوا ناخد شوية مسائل على السيركولر كويل. جاهزين اعزائي الطلاب؟ لو انا جيت قلت لك if a wire is reshaped، لو انا عندي واير عملت له reshaped to form circular coil as shown، carrying current of 10 amperes and has a radius of 5 centimeters. اهو ده الواير اللي بنتكلم عليه، صنع لي سيركولار رينج بالشكل ده، والسيركولار رينج اتوصلت بباتري، والكرنت اللي ماشي فيها كان مقداره 10 امبير، والريديوس الخاص بيها 5 سنتيمترز. فبنقول ايه؟ دي طبعا داشت بوينت، انا بحددها داشت كده، بنقول ان الانجل دي ب 90 ديجري، داش بوينت عادي يعني، ده مش خط، ده خط انا وهمي، عشان احدد الانجل دي اقول ان هي ب 90. عايز احسب الماجنتيك فلوكس دينستي ات ذا اكسس اوف ذيس سيركولار كويل. يا ترى هحسب ازاي الماجنتيك فيلد في الاكسس اوف ذيس سيركولار كويل؟ ساعتها هنقول بشكل بسيط، احنا عارفين ان البي كويل ايكوال بتساوي ايه اعزائي الطلاب؟ بتساوي permeability number of turns of the coil current of the coil على 2 radii او 2 radius 2 times radius. طب نحسبها ازاي؟ ال permeability معروفة 4 by times 10 power negative 7. ال number of turns هنحسبها ازاي اعزائي الطلاب بقى؟ يلا فكروا معايا، هنحسب ازاي ال number of turns؟ احنا دلوقتي دي من الواضح ان هي ما كملتش سيركل كامله، طب هضطر احسبها ازاي اعزائي الطلاب كده؟ يلا فكروا، احنا قلنا النمبر اوف تيرنز ليها طريقتين، ايه الطريقتين بقى؟ لا اما اقول لينس اوف ذا واير على 2 باي ار، لا اما اقول لينس اوف ذا واير تايمز 2 باي ار، ودي صعبه خالص، لا اما اقول ايه اعزائي الطلاب؟ لا اما اقول سيتا على 360، 300 سيتا على 360، لان هنا مديني انجل. يا ترى هاخد الانجل 90 واقسمها على 360؟ هقول لك لا، احنا بناخد ده ال 90 دي الانجل الفاضيه اللي ما فيهاش كويل، باخد الانجل الثانيه اللي فيها كويل اللي هي 270 اوفر 360، 270 اوفر 360 يعني هتطلع 3 اوفر 4، يعني 3 كوارتر سايكلز، تلات ارباع لفه، فبالتالي النمبر اوف تيرنز هتبقى 3 اوفر 4. الكرنت هو قايل لي 10 امبير، الريديوس 5 سنتيمتر اللي هي 0.05، هلاقي الماجنتيك فيلد في الحاله دي بيساوي كام؟ 9.42 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. يبقى احنا قدرنا نحسب الماجنتيك فلوكس ان ذا اكسس اوف ذا كويل بالقانون ده 9.42 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. تمام اعزائي الطلاب، تعالوا ناخد مساله تانية ونفكر كده مع بعض. تعالوا نتخيل ان انا عندي مساله بتتكلم عن تو وايرز وسيركولار رينج، يلا نشوفها كده مع بعض نتخيلها. لو انا عندي مساله فيها تو باراليل واير وفي سيركولار رينج موجوده في النص،
يبقى انا عندي تو بارل وايرز ما بينهم سيركولار رينج. خد بالك من كلمه سيركولار رينج، سيركولار رينج معناها ان النمبر اوف تيرنز ب1 او وان سيركولار لوب. فبنقول ان الكرنت هنا 6 امبير والكرنت هنا 6 امبير، والكويل بيبتدي يمشي فيه كرنت مقداره 4 امبير. كلام جميل جدا، ماشي في الاتجاه ده اللي هو انتي كلوك وايز. عايز احسب الماجنتيك فلوكس اللي بتاثر على السنتر اوف ذا سيركولار كويل. في حاله ايه اعزائي الطلاب؟ الديستنس دي كلها ب 20 سنتيمتر، والمسافه دي 5 سنتيمتر، والمسافه دي 5 سنتيمتر. يبقى انا بقول لك ان انا عندي تو بارلل واير ما بينهم في النص في سيركولار كويل، ما بينهم في النص في اعزائي الطلاب سيركولار كويل بالشكل اللي انت شايفه قصادك ده، ماشي فيها كارنت مقداره 4 امبير في الاتجاه ده. فبنقول في البوينت سنتر المسافه بين السلكين 20 سنتي، هنا 5 سنتيمتر وهنا 5 سنتيمتر بالشكل ده، ما بين المسافه بين كل سلك والسيركولار رينج هي 5 سنتيمتر بالشكل ده. عايزين نحسب الماجنتيك فلوكس دينستي ات ذا سنتر اوف ذا كويل، ونسمي ده واير 1 ونسمي ده واير 2. عايزين نحسب شده الماجنتيك فيلد عند بوينت سي اللي هي السنتر اوف ذا تو كويلز. طب دي احسبها ازاي؟ اول سؤال بسال نفسي بقول اعزائي الطلاب يا ترى، يا ترى اول حاجه البوينت سي بتتاثر بكام ماجنتيك فيلد؟ من الواضح ان البوينت سي بتتاثر ب3 ماجنتيك فيلد، يبقى البوينت سي بتتاثر ب3 ماجنتيك فيلد. اول ماجنتيك فيلد اللي جاي من واير 1، تاني ماجنتيك فيلد اللي جاي من واير 2، تالت ماجنتيك فيلد اللي كامز فروم ذا كويل. في ماجنتيك فيلد بيجي لها من السلك الاول، ماجنتيك فيلد بيجي لها من السلك التاني، والماجنتيك فيلد اللي ناتج من الكويل ذات نفسه. طب يا ترى انا الثلاثه فيلد دول يعملهم اديشن ولا سبتراكشن، اجمعهم ولا اطرحهم ولا اعمل ايه بالظبط؟ هقول لك، يبقى انا الاول لازم اعرف اتجاهاتهم، هل هم مع بعض ولا ضد بعض ولا ايه بالظبط. نبتدي نحدد الماجنتيك فيلد اللي جاي من الواير الاولاني. الواير الاولاني الكرنت ماشي لفوق، يبقى يمينه ان وشماله اوت. امبير هي سكرو رايت هاند رول، لو الكرنت لفوق يبقى يميني ان وشمالي اوت، يميني ان وشمالي اوت. والنقطة سي دي موجودة على يمينه، يبقى ان، يبقى الواير الاولاني هيأثر عليها بماجنتيك فيلد انتو ذا بيج. طب الواير التاني كرنت ماشي لفوق، يبقى يمينه ان وشماله اوت، والبوينت سي دي موجودة على شماله، يبقى هتبقى اوت. طب البي اوف ذا كويل الكرنت ماشي اندي كلوك وايز عكس عقارب الساعة حسب سكرو رايت هاند رول، يبقى الماجنتيك فيلد اوت سايد. يبقى هنلاحظ ان البي اوف واير 2 اوتسايد ذا بيج، بي اوف ذا كويل اوتسايد، بي اوف ذا واير انتو ذا بيج، طبعا اللي بيأثر على البوينت سي. فهنلاحظ ان الكويل وواير 2 بيبقوا في نفس الاتجاه والواير 1 عكسهم، فيبقى ده بلس ده ماينس ده. حتى لو احنا قسناها بالشكل كده هنلاحظ ان الكهرباء بتاعت الكويل ماشيه في نفس اتجاه الواير ده وعكس اتجاه الواير ده، فساعتها هنقول بي كويل بتساوي B wire 2 plus B coil minus B wire 1 بالشكل ده، هيبقى ده plus ده minus ده. والمسافة هنا 5 سنتي و 5 سنتي، يبقى اكيد دي برضو 5 سنتي ودي اكيد برضو ايه 5 سنتيمتر، عشان كل ده ب 20. فهنبتدي نحسب B of wire 1، هتبقى permeability times I 1 اللي هي ب 6 2 باي الدي، هتبقى اللي هي 10 سنتيمتر اللي هي مسافة من الواير لغاية السنتر، النقطة اللي احنا بنحسب عندها اللي هي هتبقى ب 10 سنتيمتر اللي هي هتبقى ب 0.1. يبقى هنقولها تاني اهي، هنقول برميابيلتي تايم 6 على 2 في الباي، في 2 في الباي في كام؟ في 0.1 اللي هي هتطلع كام اعزائي الطلاب؟ هتطلع equal 1.2
تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. حلو جدا. طب بي واير 2 هتبقى بيرميابيليتي في 6 عشان برضه يحمل كارنت 6 في 2 باي، بيبعد قد ايه عن النقطة؟ برضه بيبعد 10 0.1 اللي هي هتطلع 1.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. طب بي كويل قلنا هتبقى طبعا بيرميابيلتي النمبر اوف تنس 1، لان قلنا سيركولار رينج، الكرنت اللي ماشي فيها قد ايه اعزائي الطلاب؟ هيبقى 4، الكرنت اللي ماشي فيها هيبقى 4 اوفر 2 ريديوس. الريديوس هنا بكام؟ 0.05، يبقى الريديوس هنا هيبقى بايه؟ ب 0.05. هنلاحظ بقى هتطلع بكام؟ 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. يبقى انا حسبت بي واير 1 بي واير 2 بي كويل، قلنا واير 2 والكويل في نفس الاتجاه، فبعمل لهم اديشن وبعمل لهم سبتراكشن من بي واير 1، يبقى ساعتها بي عند بوينت تساوي ده بلس ده ناقص ده، يبقى ساعتها تساوي 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. يبقى انا لو عندي سلكين وكويل مفيش مشاكل خالص، بالنسبه لي الحوار سهل خالص، ببتدي احسب البي عند كل واحد واشوف هل هجمع اللي شبه بعض في الاتجاه بجمعهم واللي عكس بعض في الاتجاه بطرحهم. طب تعالوا نشوف بقى سؤال تاني، سؤال بيربط لي النيوترال بوينت اوف ذا واير اند ذا كويل. احنا عارفين ان بنقيس سلكين، وكنا اتكلمنا عن ده المحاضره اللي فاتت، قلنا ان بنقيس سلكين في الدنيا في نيوترال بوينت الا حاله واحده، لو كانوا الاثنين بيحملوا تو ايكوال كرنت بات ان ذا اوبوزيت دايركشن. قلنا نيوترال بوينت دي معناها ان بي واير 1 ايكوال بي واير 2، ان انا بقول بي 1 وبي 2 في ايه؟ قد بعض، بس مختلفين في ايه اعزائي الطلاب؟ مختلفين في الدايركشن. يبقى شرط النيوترال بوينت ان بي 1 ايكوال بي 2 بات اوبوزيت ان دايركشن. طب لو انا كان عندي كويل وواير، هل ممكن يكون في ما بينهم نيوترال بوينت؟ هقول لك طبعا، لو كان بي واير وبي كويل او الماجنتيك فيلد ريزلت فروم ذا واير والماجنتيك فيلد ريزلت فروم ذا كويل ان ذا اوبوزيت دايركشن اند هاف ذا سيم فاليو. تعالوا نشوف الاحتمالات اللي هنقولها مع بعض. تعالوا ناخد كام مساله كده عن نيوترال بوينت نفكر نفسنا كده بسرعه. جاهزين؟ اول مساله قديمه بتتكلم عن نيوترال بوينت في التو وايرز. لو انا عندي بالشكل ده سلكين وبنقول ان هنا في 6 امبير مثلا، وبقول هنا ان هنا في 12 امبير، وبقول ان الديستانس ما بينهم 16 سنتيمتر، وبقول لك بعد اذنك هات لي النيوترال بوينت ما بين السلكين. يبقى المساله دي بتكلمني عن النيوترال بوينت بين تو وايرز، هات لي النيوترال بوينت ما بين السلكين دول عزيزي الطالب. اول قاعده كنت بتعملها تقول لي يا مستر انت بتكلمني عن نيوترال بوينت، اوزع اشاراتي طالما في نفس الاتجاه يبقى ماينس بلس بلس عشان اعرف مكان النيوترال بوينت، فبقول بلس ماينس بلس زي ما احنا شايفين ما بينهم ماينس وبراهم بلس، يبقى اكيد النيوترال بوينت موجوده هنا في منطقه السبتراكشن في ما بينهم. طب ما بينهم فين؟ هل في النص بالظبط؟ قلنا لا، بتبقى في النص بالظبط لو الاثنين كرنت ايكوال. طب لو مش ايكوال بتبقى نير الويك واير، تبقى قريبه من السلك الضعيف، فبقول بتبعد عن السلك الاولاني اللي هو الضعيف المسافه دي، وبتبعد عن السلك الثاني 16 ماينس الدي. وقلنا شرط النيوترال بوينت ان انا اقول بي 1 ايكوال بي 2، يعني اي 1 اوفر دي 1 ايكوال اي 2 اوفر دي 2، يعني اي 1 ب 6 ودي 1 بدي، اي 2 12 وهنا هنقول ايه 16 ماينس دي. وكده بقى عندي ايكويشن فيها انون واحد، بروح اجيب الدي بشكل بسيط جدا، يعني اقول 6 تايمز 16 مثلا هتبقى 96، نعمل كروس، يعني هقول ايه هنعمل كروس هنا هيبقى 12 دي، و6 في 16 هتبقى 96 ماينس 6 دي، الماينس 6 دي تروح الناحيه الثانيه بالبلس يبقى 18 دي ايكوال 96. يبقى الدي بكام اعزائي الطلاب؟ يبقى الدي هتبقى 5.33 سنتيمتر. ده في حاله ان انا تو وايرز. طيب لو انا عندي اعزائي الطلاب
لو انا عندي اعزائي الطلاب بقى ايه، عندي واير وكويل. يعني ايه عندي واير وكويل؟ يعني المثال اللي انا هكتبه لكم دلوقتي ده كده ازاي. لو انا عندي كويل بالشكل ده وعندي واير، وقلت لك ان الواير ده كان بيحمل كارنت 6 امبير، ودي السنتر اوف ذا كويل. المسافة ما بين الواير والكويل كانت 10 سنتيمتر، والمسافة ما بين والريديوس بتاع الكويل ده كان 5 سنتيمتر زي ما انت شايف كده. وقلت لك ان ده سيركولار رينج. يعني ايه سيركولار رينج؟ يعني النمبر اوف تيرنز بوان. عايزك تحدد لي اتجاه الكرنت اللي يمشي في الكويل وقيمته، بحيث يخلي لي ان البوينت سي دي او البوينت ام دي نيوترال بوينت، ام اللي هي السنتر اوف ذا سيركولار رينج. يبقى انا عندي واير وكويل، وبقول لك ان الواير ده بيبعد 10 سنتيمتر عن رينج، الريديوس بتاع الرينج دي كانت 5 سنتيمتر. ايه اللي انا طالبه منك؟ عايزك تحدد لي ذا دايركشن اند ذا فاليو اوف ذا كارنت باسس ان ذا رينج، سو ذات ذا بوينت ام is a neutral point between the ring and the wire or vanishes. The magnetic flux at the M vanishes. بحيث ان ما يبقاش في magnetic flux عند M ال M خالص. هقدر احسبها ازاي؟ ساعتها عندي اول احتمال او اول حاجة، انا سهل احدد اتجاه الكرنت. انت جاي تقول لي يا مستر انك عايز ان point M تبقى neutral point، يبقى اكيد B wire لازم تبقى قد ال B coil، بس مش تبقى قد وخلاص ويبقوا عكس الاتجاه. اذا الكهرباء فيهم برضو لازم تكون عكس الاتجاه. يعني لو الكهرباء هنا ماشيه كده يبقى الكهرباء في الكويل جايه عكسه بالشكل ده، نازله لتحت عند الحته القريبه منه بتبقى عكسه. فهنقول ادي اول حاجه حددتها لك، ان الكهرباء اللي في الكويل لازم تبقى جايه عكسه. طب قيمتها كام؟ نبتدي بقى نطبق القانون. ما عشان يحصل نيوترال يبقى البي بتاعت الواير بتساوي البي بتاعت الكويل. طب هنقولها ازاي؟ بيرميابيلتي في الاي اوف ذا واير اللي هي 6 على 2 باي دي، الديستنس بقد ايه اعزائي الطلاب؟ بنعد لغايه بوينت ام اللي هي 10 زائد ال 5 اللي هي كام؟ 15، اللي هي هنحولها 0.15 عشان تبقى بالمتر. تعالى نيجي على الكويل، بيرميابيلتي تايمز 1 تايمز اي اوف ذا كويل 2 تايمز ريديوس، ريديوس اللي هو 0.015. هنبتدي نكنسل الحاجات اللي شبه بعض، بيرميابيلتي مع بيرميابيلتي 2 مع 2، يبقى الناحيه الثانيه هيبقى 6 باي تايمز 0.15 ايكوال اي كويل اوفر 0.05. اعمل كروس كده يبقى هقول 6 تايمز 0.05 اوفر باي تايمز 0.15، يبقى ساعتها اي اوف ذا كويل ايكوال 0.63 امبير بعد ما نعمل كروس. يبقى دايما النيوترال بوينت اعزائي الطلاب بيبقى نقطة عندها تعادل، وقلنا التعادل ده ما بيحصلش غير لما بي 1 تساوي بي 2 في حالة سلكين بي واير 1 ايكوال بي واير 2 بس عكس الاتجاه، او بي واير ايكوال بي كويل في حالة كويل وواير. طب تعالى ناخد مسألة تانية عن النيوترال بوينت ما بين سيركولار رينج وواير، بس المرة دي بيقول لي ذا واير از فاوند تانجنت تو ذا سيركولار كويل. ازاي عزيزي الطالب؟ انا بقول لك ان انا السيركولار كويل بالشكل ده والواير جاي لها تانجنت، الواير جاي تانجنت كده زي ما احنا شايفين، بحيث ان نفترض الواير بيحمل كرنت 5 امبير وده السنتر اللي هنسميه ام، السنتر اوف ذا رينج اللي هو بنسميه ام. يبقى انا عندي حاجتين دلوقتي، عندي سيركولار رينج وعندي واير جاي لها تانجنت. تانجنت يعني مماس لنقطه منها، اللي هو تانجنت تو بوينت انسايد ذا كويل زي ما احنا شايفين كده. وبيقول لي ان الكويل دي مصنوعه من 300 تيرنز، النمبر اوف تيرنز هنا ب 300. عايز يعرف الكرنت اللي ماشي في الكويل واتجاهه بحيث يحقق لي النيوترال بوينت. هنقول جميل، يبقى انت بتقول لي بي ام دي او الماجنتيك فلكس عند الام بيساوي زيرو التوتال بقى، لان انت بتتكلم ان انت نيوترال بوينت. اذا بي واير ايكوال بي كويل،
واحد يقول لي يا مستر بس انت لا مديني ريديوس ولا مديني الديستانس ما بين الواير والسنتر او الكويل، مش مديني اي جيفنز. هقول لك لا، تعالى نشتغل مع بعض. انت عايز تحسب البي واير، هتبقى اول حاجه هتبقى بيرميابيلتي تايمز اي واير على 2 باي دي، اللي هي الديستانس ما بين الواير والبوينت. هنلاحظ ان بما ان الواير جاي تانجنت، نقدر نقول ان المسافة ما بين الواير هي الريديوس، والبوينت دي او السنتر يعتبر الريديوس ذات نفسه اوف ذا سيركولار رينج. ما هو كده كده طالما الواير جاي تانجنت، يبقى المسافة ما بينه وما بين السنتر هي الريديوس اوف ذا رينج. فساعتها بالميابيلتي اي دبليو على 2 باي، الديستانس هنا هتبقى الريديوس. نيجي الناحية التانية، بيرميابيلتي تايمز النمبر اوف تيرنز اللي هي 300 تايمز اي كويل على 2 تايمز الريديوس اللي انا مش عارفه. ابتدي اكنسل الحاجات اللي شبه بعض. يعني هقول ايه؟ بيرميابيلتي تروح مع البيرميابيلتي، ال 2 ار تروح مع ال 2 ار. هيبقى عندي الاي واير اللي هي 5 امبير اوفر باي ايكوال 300 اي سي. يعني انا اقول 5 ديفايدد ايه اعزائي الطلاب؟ هنقول باي تايمز 300. يبقى ساعتها هنقول ان الكهرباء اللي ماشيه في الكويل هتساوي 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 امبير. يبقى دي حته مهمه. طب انت كده حددت لي قيمته. اقول لك اه، بس اتجاهه بقى. هتقول لي يا مستر اتجاهه عكس الكرنت اللي في الواير، يعني جاي كده، جاي عكس الكهرباء اللي في الواير. بختار النقطة القريبة من الواير وارسم الكرنت عكسها زي ما احنا قلنا بالشكل ده. يبقى زي ما فهمنا حتة نيوترال بوينت دي اعزائي الطلاب سهلة جدا. في حالة اتنين واير بقول ان اي واير 1 ايكوال اي واير 2، في حالة سيركولار كويل وواير ساعتها بقول بي واير 1 ايكوال بي كويل. طب في حالة اتنين كويلز ممكن اقول ان بي كويل 1 ايكوال بي كويلز 2 زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انا ممكن اجيب لك نيوترال بوينت برضو بين اتنين سيركولار كويل بالشكل ده، وده السنتر بتاع الاتنين كويل ام. لو انا جيت قلت لك ان في السيل الكويل اوتسايد كويل كان بيمشي كارنت 10 امبير، ايه الجيفنز اللي معايا؟ معايا الكهرباء اللي بتمشي في الاوتسايد كويل بتساوي 10 امبير، معايا عدد لفات الاوتسايد كويل اللي هي بتساوي 10 تيرنز، معايا الكرنت اللي ماشي في الانسايد كويل اللي هي بتساوي 5 امبير. عايز النمبر اوف تيرنز اوف ذا انسايد كويل سو ذات وي كان اتشيف ذا نيوترال بوينت. عايز عدد لفات الكويل اللي جوه بحيث احقق النيوترال بوينت. طيب لازم ناخد بالنا ان الكهرباء اللي ماشيه في الكويل الاولاني تبقى عكس الكهرباء اللي ماشيه في الكويل الثاني عشان احقق النيوترال. يعني الكرنت يبقى واحد جاي كلوك وايز والتاني جاي انتي كلوك وايز بحيث يكنسلوا بعض. يبقى انا هبتدي اقول ان ممكن تحصل نيوترال بوينت ما بين اتنين كويلز عادي، بس بشرط ان بي which result from the outside coil equal بي which result from the coil inside يساووا بعض ويبقوا عكس الاتجاه. فساعتها بقول ايه؟ permeability times I out على في number of turns out على 2 radius out. لو نفترض ان دي ار ودي ار بالشكل ده، بتساوي الناحية التانية permeability I inside coil في number of turns of the inside coil at 2 radius of the inside coil. هبتدي اكنسل الحاجات اللي هي مشتركه ما بينهم. البرميابيلتي هنا هي البرميابيلتي هنا، التو هنا هي التو هنا. يبقى اي انسايد كويل اوتسايد كويل نمبر اوف تيرنس اوف ذا اوتسايد ريديوس اوتسايد ايكوال اي انسايد مضروب في النمبر اوف تيرنس اوف ذا انسايد كويل على الريديوس اوف ذا انسايد كويل. اي اوتسايد كويل قلنا ب 10، عدد لفات الاوتسايد كويل 10 برضه. الريديوس هنا اعزائي الطلاب هنا هيعتبر ايه؟ الريديوس بتاع الاوتسايد كويل هي 2R، والناحية التانية الكرنت هنا 5. النمبر اوف ذا انسايد كويل دي اللي انا عايز احسبها. طب الريديوس
ار، فهنشيل ار مع ار، هيبقى 10 تايمز 10 هيديني كام اعزائي الطلاب؟ 100 اوفر 2 يعني هيديني 50. يبقى 50 ايكوال 5 تايمز ان اي، يبقى النمبر اوف تيرنس اوف ذا انسايد كويل برضه هتبقى 10 زيها زي الاوتسايد كويل، لان رغم ان الاوتسايد عنده كارنت اكتر الا ان الريديوس بتاعه دبل، فهيقل الماجنتيك فيلد اللي ناتج منه، فبالتالي عدد اللفات هيبقى زي ما هو. يبقى احنا اعزائي الطلاب اتكلمنا عن الماجنتيك فيلد اللي بينتج من الواير ومن الكويل وربطناهم ببعض. قلنا الواير بيبقى على شكل كونسنتريك سيركلز وذا كومن سنتر، بيبقى دايما عددهم بيزيد جنب الباير او الواير وبيقل كل ما نبعد. دايركت بروبورشنال وذ ذا كارنت انتنسيتي باسز ان ذا ستريت واير. في حاله الكويل قلنا لا، الماجنتيك فيلد في النص بيبقى على شكل في الاكسس او السنتر اوف ذا كويل بيبقى ان فورم اوف ستريت لاينز، وعلى الجناب بيبتدي يبقى سيركولار عادي. في الاكسس بيبقى على شكل ستريت وايرز بارلل تو ذا اكسس اند نورمال تو اتس كويل بلين. وقلنا ان الماجنتيك فلكس في حاله السيركولار كويل بنحددها بسكرو رايت هاند رول، بنحددها بقاعده سكرو رايت هاند رول. وقلنا من اهم الاسئله اللي بيقول لي عليها فايده كل رول من اللي بناخدهم دول، امبير رايت هاند رول وسكرو رايت هاند رول. بالنسبه للامبير رايت هاند رول بنبتدي نقول ان هي رول بستخدمها تو ديتيرمن ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فيلد which is formed around a straight wire، وفي حاله كارينج كارنت. وفي حاله السكرو رايت هاند رول بنقول it is the rule used to determine the direction of the magnetic field determine the direction of the magnetic field in the axis of a circular wire او circular ring carrying current او circular coil. قلنا ان انا ممكن اعمل لك مسائل تربط ما بين التو كويلز مع بعض، وقلنا لو انا عندي اتنين كويلز وعايز احسب الماجنتيك فيلد في الكومن سنتر بتاع التو كويلز، لو كانت الكهرباء فيهم في نفس الاتجاه بقول بي كويل 1 بلس بي كويل 2، ولو الكهرباء في الاثنين كويلز كانت مختلفه اذا بي توتال بتساوي بي كويل 1 ماينس بي كويل 2 او العكس. ولو كانت التو كويلز بيربنديكولار كنا بنعمل بايثاغورس لبي 1 وبي 2. قلنا في مسائل برضو ان احنا بنربط الكويل بالوايرز، ساعتها بنقدر نقول ان السنتر بتاع الكويل دايما بيتاثر بماجنتيك فيلد كتيره. لو انا عندي واير وكويل هيبقى اتنين ماجنتيك فيلد، واحد من الواير واحد من الكويل، بجمعهم او اعملهم سبتراكشن حسب اتجاه الماجنتيك فيلد. ولو عندي اتنين وايرز وكويل او اتنين كويلز واير برضو مفيش اي مشاكل، احدد اتجاه الماجنتيك فيلد لكل واحد واعملهم اديشن لو في نفس الاتجاه وسبتراكشن لو عكس الاتجاه. اعزائي الطلاب سعدت معكم، سعدت بيكم، اتمنى ان انا اكون افدتكم، ونتقابل في المحاضرات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.